السلام عليكم، أنا اسمي جراح الكندري، عمري 12 ولعبتي لعبة كرة القدم. اللي خلاني ألعب كرة القدم هو إخواني وأولاد عمتي يعني كل عائلتي هم اللي يلعبون كرة القدم. هي أنا لعبت لعبة ثانية غير كرة القدم وهي كرة اليد، بعدين عقب شهر أو شهرين رديت لكرة القدم. أفضل مباراة أنا لعبتها ضد أكاديمية، قولت 3 أقوال وآخر جول عديت لاعبين وقولت. مركزي مهاجم، والمهم المهاجم هو الهداف. قبل البطولة أنا أتجهز، لازم دلاغ طويل، لازم ألبس كساراتي عشان لو أي أحد يطلب لي سلاد ما تعور وايد، وألبس جوتي وأجيب معي بطل ماي وأروح. تجهيزات للبطولة، نسمع كلام المدرب، نسمع المعسكرات، أنا لازم ننام عدل والتمرين عدل وناكل عدل عشان لما تبي تلعب المباراة تلعب عدل. ودور المدربين إنه لازم تيجي التمرين تسمع كلامه عشان بعدين سريع نقدر نلعب تقسيمه. أسهل تمرين هو إذا في تمرين على الباصات أو عن اللي تتحرك أو تهوش فيهم، هذا أسهل تمرين. أصعب تمرين اللي هو الشوت من بعيد. التمرين هو يوم الاثنين والاربعاء والسبت، وكل يوم غير، يعني الاثنين نشوت على الجول، الاربعاء مرات اليوم كامل تقسيمه، هو التمرين واحد ساعة. تحضيرنا للمباراة إننا ماكلين عدل ونايمين عدل ومسخنين عدل عشان نقدر نلعب عدل بالمباراة. طموحي كلاعب إن شاء الله لما أكبر أصير لاعب زين، ألعب نادي العربي وأصير بالمنتخب. التوتر لازم نشرب ماء يعني من قبل المباراة، ولازم نتمرن عدل، ولازم نركز بالمباراة عشان إن ما تتوتر، ما تفكر وايد على المباراة. نقطة الضعف لي إن لما أنا هاجم ولاعب قوي وطويل يجي ويدزني وأطيح، إن أنا ما كنت قوي. الحين إن تدربت عدل وكل شيء فصرت أقوى، فالحين مو وايد لاعبين يقدرون يدزون ويطيح. أفضل لاعب خارجي ليونيل ميسي، وأفضل لاعب بالكويت بدر المطوع. أوفق بين الدراسة والملعب، إنه هي الملعب من أنت تروح الأكاديمية بس ساعة واحدة، يعني تطوفك ساعة دراسة عادي، عقب الأكاديمية تقدر ترد البيت وتدرس، وعندك بعد أيام تدرس قبل النادي، عقب المدرسة سيدة، عقب الغداء تقدر تدرس أي وقت. أشهر الإصابات هي اللي من الأنكل مالك تلف، وشلون مبتعد من الإصابة إنك قبل كل تقسيمة وتمرين لازم إن أنت تسخن عشان تسوي استرتشات عشان يعني ما تجيك لك إصابة. اللي دائما يدعمني من أهلي وأصدقائي أمي وأبوي وأهلي، يعني أخوي. نصيحة رياضية، الرياضة مفيدة للجسم والعقل. معاكم اللاعب سعد العازمي، عمري 10 سنين، لعبة كرة القدم، ألعب بنادي العربي. البداية كنت ألعب مع أكاديميتي وجاء الكشاف اختارنا. احنا تفاصيل لعبتنا اللي بعمرنا نلعب شوطين 10 دقائق، إذا خلصت الشوطين ب10 دقائق تعادل نلعب بلنتيات، واللي شوت يعني اللي يسجل أكثر 5 ركلات يفوز. ما لعبت ولا رياضة غير كرة القدم. رياضة إن العقل سليم، واستفدت من الرياضة إني أنام عدل وأتحرك وكل شيء. لعبت مباراة ضد نادي الساحل وقوال الجول. مباراة لعبتها وما أنساها ضد نادي الساحل، مباراة ودية قولت فيها جول وسويت أداء حلو وفزنا بنتيجة كبيرة. حنا نتدرب ساعتين ساعة والأيام 5 أيام، وأول ما نجي التمرين نركب 3 لفات بعدين راندو، بعدين نجي عند الكابتن هو اللي يقول التمرين. أول ما أرجع من المدرسة أتسبح وأحل وجباتي، بعدين أروح النادي أرجع أتعشى أنام. 10 الإصابات اللي هي الرباط الصليبي،
فداها لازم تسخن عدل. إذا كان في لاعب من فريق ثاني أعرف مثلاً إذا حركته بطيئة أو شوت يمين أو يسار أو بطيء، إني أعرف إن يلعب يمين ولا يسار وسريع ولا لا. إذا في لاعب من فريق الخصم أعرف إن إذا نقطة ضعفه إنه يشوت يمين ولا يسار وسريع ولا لا، عشان كذي أعرف. أصعب تمرين اللي هو الاستحواذ، وأسهل تمرين الراندو. نقطة ضعفي اللي هي الرجل اليسار، قاعد أحاول أشتغل عليها. مركزي بالفريق ظهير يمين عشان الدفاع والهجوم وأبني هجمة. لعبنا مع النادي بطولتين والمعسكرات ما رحنا، بس إن شاء الله الجايات تروح. أهمية البطولات إن الكابتن يعرف لعبنا والفرق نعرف لعبهم ونفوز من مباراتهم. هم ثلاث مدربين، كابتن حسين وكابتن خالد وكابتن عادل. دور المدربين معانا كابتن حسين وكابتن خالد وكابتن عادل، إنه يعني يدربون أو يتمرن ويعلمون الصح. دور مدربيني كابتن عادل وكابتن خالد وكابتن حسين. كابتن عادل إنه يحفزني، وإذا سويت شيء خطأ هو اللي يعدل لي إياه ويعلمني الباصات ويعلمني اللعب. أحتاج إن أشد على نفسي وأتمرن يعني واجد، وأنام بكر. أمي وأبوي يشجعوني إني ألعب كرة القدم ويشجعوني. اللاعب اللي يحفزني ويشجعني اللاعب هادي البلوشي، إنه يعني أنا قبل ما كنت ألعب أساسي هو يقول لي ونتحدى بعض وكذي، إنه هو يلعب ظهير يمين وأنا ألعب ظهير يمين، نتحدى على المركز. طموحي كرة القدم اللي هي إني أوصل فريق أول وأصير منتخب الكويت. لما أشوف مباراة التلفزيون أستفيد منهم، من مركزي وتحركاتي. فريقي المفضل داخل الكويت نادي العربي، وبره ريال مدريد. قدوتي بالكويت حسن حمدان ومعبود، وبره أرنولد وحكيم. إذا كان عندي بطولة أحفظ التمارين وأسمع كلام المدرب، إذا كان عندي بطولة أسمع كلام المدرب وأحفظ التمارين وأنام الساعة 12 كذي. إذا كان عندي بطولة أسمع كلام المدرب وأنام الساعة 8 كذي وأحفظ التمارين. عشان أكون لاعب ناجح أسمع كلام المدرب وأحفظ التمارين، أنا أحاول أجتهد على نفسي. أنصح الشباب اللي ما يلعبون رياضة إنه يلعبون رياضة، لأن الرياضة مفيدة للجسم والعقل.